قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رسالة عاجلة لمقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين بشأن حالة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 137 يوما. الرسالة دعت الأمم المتحدة للتحرك العاجل والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسير، منبهة لما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق الأسرى. ينضم إلينا عبر سكايب من الخليل أمجد النجار، الناطق الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني. أهلا وسهلا بك سيد النجار معنا في العربي. بداية أطلعنا لو سمحت عن الحالة أو على الحالة الصحية للأسير أبو هواش. يعني قبل قليل انتهت زيارة قام بها وفد طبي فلسطيني، تم الترتيب له من قبل وزارة الصحة وبالتنسيق معنا. يعني الأطباء الذين دخلوا إلى المستشفى والتقوا بهشام أبو هواش، يعني قبل قليل صدر التقرير، هو في وضع خطير جدا وفي أي لحظة ممكن أن يفقد حياته. عنده مشكلة كبيرة في الكبد، الكبد لا يعمل إلا بنسبة بسيطة جدا، انخفاض الكالسيوم، ضعف في النظر، ضعف في الذاكرة، لا يستطيع تحريك جسمه بالكامل، يفقد الوعي بين فينة والأخرى. إضافة أنه اليوم يعني عشرات التقارير التي صدرت من داخل نفس مستشفى سافر فيه أنه في أي لحظة في الساعات القادمة أو خلال الأيام القادمة إذا لم يكن هناك حراك حقيقي من أجل ضمان الإفراج عنه ممكن أن يرتقي شهيدا نتيجة هذا الإجراء الظالم بحقه ويبقى قيد الاعتقال الإداري بطريقة ليس فيها أي مسوغات قانونية، حيث تم التجميد الاعتقال الإداري ونقله إلى مستشفى سافروي، كل يرمي في المسؤولية على الآخر. سيد والآن النجار هشام لو كما سمحت شاهده فسر لنا الجميع في أكثر هذا عن هذه المطار. النقطة المتعلقة بتجميد الاعتقال الإداري وعدم إطلاق سراحه، كيف ذلك؟ يعني هذا أمر عجيب لم نشهده على مدار عملنا في هذا ملف، في ملف الأسرى منذ أكثر من 20 عاما، لا يوجد شيء اسمه تجميد قرار الاعتقال الإداري. فلماذا أنتم اعتقلتم هشام وغيره من مئات من الأسرى الإداريين بدون أي قضية، بدون أي تهمة، مخالفين لكل القواعد والقوانين الإنسانية والتي أقرتها المواثيق الدولية؟ الآن بعد مرور أكثر من عام على وجوده في الاعتقال الإداري وإضرابه عن الطعام منذ ما يقارب 4 شهور، يأتي قرار هذا المحكمة، القرار الهزلي والغريب والعجيب، ولا يوجد له أي مسوغ قانوني في قرار تجميد الاعتقال الإداري وإخلاء مسؤولية إدارة السجون، ويتم نقله إلى مستشفى أسافر فيه واثنين من ضباط الأمن أو 3 يقفون باب الغرفة يراقبون الداخل والخارج، وممنوع له أن يغادر الغرفة أو أن يتحرك لو كان لديه القدرة أن يتحرك. نحن وجهنا الرسائل إلى الصليب الأحمر الدولي، إلى كل المنظمات الدولية، لا يعقل أن لا يصدر قرارا عن الأمم المتحدة حتى الآن. سلمناهم المذكرات، كل المذكرات والرسائل بشرح مفصل، إضافة أن هناك إجراء ويعني كانت مؤامرة كبيرة على هذا الأسير في أثناء محاكماته الستة التي تمت، 4 محاكمات في محكمة عفر الاحتلالية ومحكمتين في العليا. زوروا التقارير الطبية التي تم إحضارها داخل المحكمة، حيث كتبوا في التقارير أنه بصحة جيدة إلى أن فقد الوعي داخل عيادة الموت، داخل عيادات الرملة، وتم نقله بشكل خطير جدا إلى نعم المستشفى السفر فيه. والآن هو يعني كل يوم يفقد، يعني اليوم سيد نحن النجار كتبنا معه للأسف بدأ العيادة في يتقطع المستشفى. الصوت. يعني شكرا جزيلا لك سيد أمجد النجار الناطق الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني، كنت معنا من الخليل.